عالم صاروا مليونيرز بدبي. زينة خوري ترد على انتقادات مشاهدها بدبي بلينك. هل 300 دولار حيرت العلماء؟ على طول بكل شيء بتقدميه في الفيدباك المنيح، في الفيدباك النص نص. هيك اختصرت زينة خوري كل الانتقادات اللي اجت على برنامج دبي بلينك اللي شغل الصحافة والسوشيال ميديا مؤخرا، لكن هالشي ما بيمنع نسألها عن ابرز الانتقادات اللي تعرضت لها زينة. كل حدا عم يحكي على هذا الموضوع انه انت جيتي ب 300 دولار وهلا فينا نقول صرتي مليونيرة. يعني هال 300 دولار حيرت العلماء، بس انا جيت معنى هال 300 دولار هو رمزي انه انا جيت عن جد starting from scratch. انا بعت سيارتي، تدفعت قسط الجامعة، تجبت السيرتيفيكت تقدر اعمل فيزا بدبي. واللي حضر البرنامج اكيد لاحظ انتقاد زينة لعيد ميلاد فرحانة اللي كان كله سبونسرز، وهي جاوبت وقالت لنا انه ليه اجت. فانت شو بتحبي تجاوبي على هذا الموضوع؟ انا عندي وقت معين اقضيه مع العائله والاصحاب، بحب وقت اكون رايحه على ايفنت اقعد مع هذا الشخص اللي عازمني احكي انا وياه، اكثر من انه اكون بارت اوف ا كونتنت كرييشن ايفنت. الحياه عباره عن تجارب. اما المشهد اللي تصدر الترند هو الخناق اللي صار بمكتبها بينها وبين ابراهيم ودانيا. اكيد الموضوع كان تو ماتش، وصراحه سبب لي كثير احراج بالشغل انه بعض من الامبلويز اجوا لعندي انه زينا نحن لنا 15 سنه بنشتغل معك ولا مره حدا زبون فات علي صوته. يلا خلص ما بهز زباله هذه، يلا خلينا نروح. وبالبرنامج زينة بتتعرض لموقف محرج اكثر، وهو لما وصلها صوره زوجها انه على ديتينج اب. حدا اخذ صورته حطتها على اكاونت ناقصه ديتينج اب، حنا تلاقي اذا بده يلعب على الحبلين. هي يمكن اول مره بقولها هذا سكوب. عم يدعي انه صوره حنا هي صورته من زمان. قالت لي زينة ما تعطلي هم، هيدا سكرين شوت عن الحديث اللي صار بينه وبينه. هي واز كونفيرمينج تو مي انه ما تعطلي هم، حنا بحبك وايفرثينج اوكي.